ليس هو الوداد. الوداد ليس هو الوداد المعهود، وليس هو الوداد اللي كان في سوبر الافريقي امام تيبي مازيمبي من وقت قريب، وليس الموسم الماضي. حتى لو حددتني هل رأيتم مثل هذه المباراة للوداد في آخر 5 سنوات ستقولون لا. اليوم الوداد لم يظهر نهائيا، وبهذا الهدى وصل إلى ركلة الترشيح. لذلك الوداد لما يكون في كل عطاء ممكن يتعدى كل الخطوط الحمراء يا نصير. إذن ركلات الحد وركلات الترجيح في هذه الليلة وفي هذا المساء. أهلي طرابلس في الذهاب 1-1، الوداد في الإياب 1-1، ونصير صاحب الضربة الأولى من اختيارة نويل توسي في هذا المساء. التقنوتي دخل في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الثاني. الممكن الشيء اللي أثر على ياسين الخروبي أنه لم يسلم على المدرب ولم يكن راضيا تماما على التبديل اللي أجراه في آخر اللحظات، لأن ممكن نفسية اللاعب لن تتقبل هذا الكلام، سواء كان ياسين الخروبي أو حتى كان حارس عملاق في عالم كرة القدم، لأن هذه اللحظة بالذات ممكن تؤثر بشكل كبير على نفسية اللاعب. لكن هذا لا يعني أن اللاعب لا يسلم على المدرب أو الذي حدث في هذا المساء. لكن لن نركز على هذا الشيء، سنركز على ما الذي سيجري. الضربة الأولى أتوقع من مفتاح تكتك وليس نصير. الضربة الأولى للفهود الليبية، هذا هو مفتاح تكتك، هو الذي سجل في مرمى الوداد في مباراة الذهاب أمام تكناوتي. من بركان إلى الوداد إلى اتحاد طنجة وعودة إلى الوداد، هذا هو تكتك. تكناوتي في المرمى، تكتك يضرب الضربة الأولى بشكل سليم. الضربة الأولى سليمة لمفتاح تكتك، الضربة الأولى في الشباك يا تكناوتي. هنا الضربة بشكل رائع جدا في قلب العارضة والكرة في الشباك يا سادة. الضربة الأولى للأهلي الليبي من مفتاح تكتك، النجم الشاب يصل إلى الشباك ويسجل الكرة الأولى لفريق الأهلي الليبي. ويليام جبور اللي غاب منذ عودته للوداد، نعم عاد ويليام وليس ويليام السابق. جبور الآن في الضربة الأولى أمام نشنوش، جبور أمام نشنوش في كرة الضربة الأولى لمصلحة فريق الوداد البيضاوي، وداد كازابلانكا، وداد التاريخ، وداد الأمة. الأحمر مع ويليام جبور، وينك يا جبور، وينك يا ويليام. ويليام يتقدم، ويليام ممكن يضرب، ويليام في الشباك. أوه كم كانت صعبة يا ويليام. توسي يتنفس السعداء ويبتسم في رادس. هل تبتسم لك تونس يا توسي وتقود الفريق في المهمات الصعبة، أم أن الأمور ستسير بهذه الطريقة؟ ما عنده شيء يخسره على فكرة نويل، لا هو ولا حتى مصنداو النجم التاريخي في الوداد والهداف التاريخي للوداد البيضاوي. الضربة الثانية للنجم اللي أمامنا في الصورة محمد العياط. محمد العياط أمام التقناوتي، 22 سنة فقط لهذا الحارس الساب يا إيهاب جلال. مدرب الأهلي الليبي يعاين ما الذي سيجري. العياط محمد صاحب الضربات القوية بقدمه اليسرى. التقناوتي يا سلام يا ولد يا التقناوتي، تصدى لها بنجاح قوي. التقناوتي في يسار المرمى يتصدى لكرة العياط. الله على التقناوتي في المكان السليم، نعم بالقدم اليسرى العياط. لكن التقناوتي صاحب 22 سنة، الحارس الشاب ممكن يفرح الوداد في هذا المساء. النهير اليوم لم يكن في يوم. الناهيري عند الضربة الثانية للوداد. شوف حتى اختيارات الرجل، اختيارات المدرب المؤقت للاعب الوداد، اختار الأسماء الرئيسية والأساسية. الناهيري يتقدم، ونشنوش تركيز عالي. الناهيري في الشباك يا ولد، يا ولد يا الناهيري، جاب في الشبكة. ضربتين مقابل ضربة للوداد في ركلات الحد حتى الآن. حتى الآن التقنوتي حاضر في هذا المساء، والناهيري في الشباك. مرات يقول لك في ركلات الحد أعطي الكرة لمن لم يكن في يومه في المباراة، واللاعب اللي يكون في يومه هو اللي بيضيع.
هذا الكلام رأيناه وشاهدناه في الكثير من المباريات. الضربة الثالثة للأهلي الليبي يستعد للضربة القادمة. الآن الكرة الثالثة للفريق الليبي. التقنوتي في المكان السليم، لكن الضربة قوية من سالم عبلو. سالم عبلو يجيبها في الشبكة، والضربة الثالثة تعدل النتيجة في ركلات الحظ. ضربها بشكل سليم جدا سالم عبلو، اللي ممكن كانت تسديداته قوية، واحدة منها تصدى لها بشكل ناجح ياسين الخروبي في المباراة. نويل توسي، هل تبتسم لك ركلات الحظ في هذا المساء وتفرح أنصار الوداد بكل طبقاتها من الصغار للكبار؟ محمد النجم، نجم النجوم في الكرة الثالثة أمام نجنوش. محمد النجم صاحب الهدف الأول في المباراة اليوم يستعد للضربة الثالثة للوداد. والنجم يتقدم، والنجم في الشباك يا ولد، حطها في الزاوية الصعبة. والنجم أغلق عيناه في الشباك يا نجم. سجدة الشكر في عقر رادس هنا بتونس، الثالثة ثابتة يا نجم. 3-2 والرابعة للأهلي الليبي. الوداد الأهلي الليبي ركلات الحظ هل تبتسم للكبار؟ علي معتوق نجم المباراة. علي معتوق قدم مباراة وقف فيها النجم في الحقيقة. الضربة الرابعة للفريق الليبي وبالتحديد لعلي معتوق. ينطلق علي معتوق، يتقدم إلى خارج أرضية الملعب. ضيع معتوق، ضاعت لمعتوق، راحت من معتوق. الضربة القادمة للوداد تنتهي الحكاية يا سادة. مش ممكن على ركلات الحظ يا التقنوتي. علي معتوق في سماء المباراة. قلتها لكم من جوج دقائق تقريبا، قلت لكم اللي لعب المباراة مزيان ممكن يضيع ركلات الحظ، واللي ما لعبش ممكن يماركي. توسي ابتسم في الضربة الأخيرة لمن ستكون 3-2، 4-2 تنتهي الحكاية. ضربة الوداد لزهير. هل من زهر يا زهير؟ إلى عندك الزهر يا زهير الليلة تفرح الأنصار الودادية والموج الأحمر والوينرز والأمة الودادية. زهير في الشباك، مبروك للوداد، مبروك للأمة الودادية، مبروك للوداد البيضاوي، التأهل للكوارتر فاينل. عودة من بعيد يا وداد، اليوم سيعودون وسيفرحون، وغدا سيفكرون ما هي الحلول. الآن التقنوتي يطير بالفرحة لأنه هو اللي أنقذ الوداد من خلال تصديه لضربة من ركلات الترجيح. إيهاب جلال يهنئ نويل توسي بهذا الانتصار الثمين بركلات الحظ. الوداد لم يكن حاضرا في المباراتين، لكن الحظ كان حاضرا في ركلة الترجيح. الكبار كبار في كل مكان وفي كل زمان، والوداد من كبار كرة القدم في المغرب وكذلك في البطولة المحلية. هارد لك للفريق الليبي، مبروك لنادي الوداد البيضاوي التأهل ووصوله للكوارتر فاينل لملاقاة الكبار. محمد حسين يحييكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله وبإذن الله تعالى في مباراة قادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. لحظات ونعود بكم مباشرة إلى الاستوديو التحليلي. إذن الوداد المغربي ينضم إلى ركب الفرق المتأهلة إلى دور 16 من كأس زايد للأبطال الأندية. الوداد المغربي بعد تخطيه فريق الأهلي طرابلس الليبي بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي.